السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. اليوم ضمن موضوع الكلايمت تشينج حبيت أنوه على موضوع معين جدا مهم، حتى بعض الأخوة يتنبهون عليه، اللي هو الجنرال سيركوليشن موديل. احنا شرحناه أتوقع بمحاضرة خاصة به، وإن شاء الله أيضا راح نشرحه بمحاضرة خاصة به تتفصل شنو الجنرال سيركوليشن موديل وشنو هي أنواعه، لان اخواني من الاخوه يعني شلون احنا مثلا بدا يفرزون بين الجنرال سيركيوليشن موديل كنترول وبين السيناريو. نجي هو شنو تعريف الجنرال سيركيوليشن موديل اللي هو احنا له اسمين، اما جنرال سيركيوليشن موديل او جلوبال كلايمت موديل، يلمن هو عباره عن برنامج حاسوبي يستخدم نموذجه او نظام مناخ الارض. هذا هو بصوره عامه. نجي عندك اثنين كلمات تسمعهن عن الجنرال او الجلوبال كلايمت موديل او الجنرال سيركوليشن موديل. تسمع الجنرال سيركوليشن موديل كنترول والجنرال سيركوليشن موديل سيناريو، اللي هو هذا الجنرال سيركوليشن موديل كنترول، وتسمع بالجنرال سيركوليشن موديل سيناريو. شنو الفرق بيناتهم؟ ضروري تعرف هذا الموضوع. الجنرال سيركوليشن موديل بالمناسبه دول اثنيناتهم يسوي لهم تصحيح تحيز بيزات الركشن، ان شاء الله راح اشرحهم محاضره تفصيليه شنو انواعه وعلى اي اساس نختار النوع المعين. الجنرال سيركوليشن موديل كنترول يشير الى نمذجه مناخ الارض اعتماد على البيانات التاريخيه، يعني تجيب له بيانات وذر تاريخيه ينمذج لك البيانات المستقبليه بدون اد ناتشرال كلايمت فاريبلز والتغيرات المناخيه الاعتياديه الطبيعيه. انتبه كلمه without، وبدون اي اضافه تاثير خارجي external influence. تمام عيني، هو هذا البيسلاين او الديفولت ستيت اوف ذا كليما اسيومن ذات هيومن انفلوينس، فقط يعني يدخل بتاثيره الهيومن الديفولت او البيسلاين بالكلايمت هو التاثير البشري، النشاطات البشريه. زين شنو معنى النموذج المناخ العالمي السيناريو؟ يقصد به هو نمذجه مناخ الارض، لكن شو تضمن؟ including projected الاسقاطات اللي تضمن future هناك بدون اي مؤثر خارجي. هنا شو ضيف؟ green house gases emission atmospheric construction. تمام عيني؟ and other external forcing اللي يشمل اذا عندك تغيير باللاند يوز، تمام؟ اذا عندك تغيير بالاريوزيال emission انبعاث الغازات والتراكز الدفينه. تمام عيني؟ فهو هذا هناك وذات اني اكسترنال فقط ياخذ الهيستوريكال داتا، هنا يدخل تاثيرات خارجيه. هذا الفرق بين الجنرال سيركوليشن موديل والجنرال سيركوليشن كنترول. وهذا الجنرال سيركوليشن موديل سيناريو ار يوز تو اكسبلور هاو تو اير سيستم ميكينج تشينج، استنادا الى عدد من المتغيرات المستقبليه اللي هي حتى نفهم احنا البوتنشال امباكت اوف ذا كلايمت تشينج. هاي ضرورة تنتبه لها، لكن انت تلقائيا من تروح تسوي تصحيح تحيز باي طريقه، ورحنا نتلاون احنا يعني بمحاضره ان شاء الله هاي بدون اي تحيز نامشي مثلا للرسم الثاني مستخدم طريقه تحيز معينه، سواء انت للجنرال سيركيليشن موديل كنترول او للسيناريو المفروض تاخذ تروح تسوي له تصحيح تحيز حتى احنا نخلي البيانات تكون قريبه من الواقع، وبعدين نستخدمها بالموديل الهيدرولوجي ونسوي لها حتى نستخرج يعني رن اوف ونقارنه مع الاوبزرفيت، وبالتالي نقدر نحسب الفيوتشر هيدرولوجيكال امباكت، يعني تاثير النظام الهيدرولوجي تحت تاثير التغير المناخي المستقبلي. فهذا الموضوع حبيت انوه عليه لان شفت العديد من الاخوه الباحثين ما يعرف يفرق بين الجنرال سيركوليشن موديل سيناريو وبين الجنرال سيركوليشن موديل كنترول. ضروري جدا تعرف الفرق بين هذول الاثنين لان هذا الموضوع جدا مهم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار حابين تعرفونه راسلونا على القناة وتتركونا من أحد التعليقات، إن شاء الله نجاوبكم برسالة، وإذا يحتاج الموضوع إلى فيديو نسوي لكم أيضا فيديو. نلتقي بكم إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.